أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وإذا جاء
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال حكيم عليم.
صدق الله العظيم.